أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة الحديث قياس في حلة جديدة وعن قريب تشاهدون. ما قلتهاش غير خطرة ولادي النظافة يا هادي قهوة دخل الدراهم. الله، أنا مانيش حاجة، أنا مزاجان. عاودي عمي عباس، الحكمة راها في الحشرة. أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في فقرتكم سون كومونتير. كما عودناكم فقرة سون كومونتير دائما نجيب لكم الجديد. احنا نعرفوا باللي الجزائريين يد وحدة ويبغيوا الخير لبعضهم، وأكثر فئة اللي يتوجهوا لهذا النوع من القصات هم الشباب والمراهقين من 15 إلى 22 سنة، ولكن هناك واحد الفئة محرومة اللي راهي تعاني في صمت. أش بد واش تمد واش عندك في الراس ودايما مع الشريف تبحر. صلى الله على الهادي المختار، شفيعنا يوم الهول تتفاجأ الضرار. بسم الله بديت نظمي نتوسل، سبحان الخالق العظيم الجليل، ديما اسمك ذاكر ويا ذا الجلال، وبعاهد ربي وبجاه المختار نختم بالصلاة على خاتم الأرسال وجميع من صلى على سيدنا. حصة الحديث قياس عن قريب على قناة